مرحبا، تعرفوا بأي سنة انطلقت السينما السورية وشو كان أول فيلم؟ إذا ما بتعرفوا خليكن معنا واسمعونا، وإذا بتعرفوا كمان اسمعونا لأنه يمكن تسمعوا معلومات جديدة ما كنتوا بتعرفوها. بلشت السينما السورية بسنة 1928 مع إنتاج أول فيلم روائي سوري طويل وكان بعنوان المتهم البريء، وإجا إنتاج هذا الفيلم بعد سنة واحدة من إنتاج أول فيلم طويل بمصر. وإجت فكرة إنتاج هالفيلم كمان من اجتماع بعض هواة السينما السوريين يلي كانوا حابين يشوفوا حالهم على شاشة السينما، وهنن أيوب بدري، أحمد تلو، ومحمد المرادي. فقرروا ينتجوا فيلم واستوردوا آلة تصوير سينمائية ألمانية من نوع كينامو ياسا 35 ميلي عن طريق التاجر ناظم الشمعة. ولأنهم ما كانوا بيعرفوا يستخدموا آلة التصوير، دلوا ناظم الشمعة على رشيد جلال يلي كان بهداك الوقت له محاولات بالتصوير. وبالفعل اتفقوا الثلاثة مع رشيد جلال ودخل معهم شريك رابع بإنتاج الفيلم بالتصوير وكتابة السيناريو. وقت بلشوا الشباب بتصوير الفيلم اكتشف رشيد انه ما حدا فيهم عنده الموهبة والشجاعة الكافية لأداء دور قدام الكاميرا، واقترح عليهم اسماء جديدة من الممثلين والفنيين ومنهم اسماعيل انزور، بس هن رفضوا هذا الشيء واعتبروه تجاوز لألهم وتعدي على حلمهم ومشروعهم. وبعد جدل طويل اتفقوا على انه رشيد حيقوم بمهمة التصوير وأيوب حيقوم بمهمة الفيلم. وما كان في مخرج للفيلم لأنه صناعة السينما ما كانت موجودة أصلاً، وإنما الرؤية الإخراجية كانت بالتشاور بين الشركاء. أما قصة الفيلم فكانت عن صديقين بيشتغلوا بمزرعة وبيتنافسوا على قلب الصبية، ووقت الصبية بتميل للأصغر فيهم بغار الكبير بيحاول يوقع بيناتهم، ووقت بيعرف صاحب المزرعة بالخلاف اللي بينهم وبيكون في أصلاً خلاف بينه وبين أبو الصبية فبيقتل أبوها للصبية وبيتم اتهام الصديق الكبير. وبيقنعوا يهرب من المزرعة، وهذا الشيء بيثبت التهمة عليه. بتدور الأحداث بهذا الإطار لحتى يثبت الصديق الأصغر براءة رفيقه ويتم إلقاء القبض على صاحب المزرعة. المشاهد الخارجية تصورت بجبل قاسيون، أما المشاهد الداخلية فتصورت ببيت رشيد جلال يلي كان بالمهاجرين جادات، وهو بيت عربي فيه غرف واسعة تحولت لأستوديو للتصوير، وتم استخدام عاكسات بيضاء لتأوية الإضاءة. أما عمليات تحميض الفيلم السالب فكان كمان بالبيت نفسه، ولف رشيد الفيلم على أسطوانة خشبية عمله إياها صديق لإله كان بيشتغل نجار، وبلغ طول الفيلم حوالي 800 متر يعني نص ساعة عرض، وتطلب إنجازه 8 شهور. وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم وتحميضه إجت الصدمة يلي تلقاها الفيلم السوري الأول يلي سببت إحباط لأصحاب الفيلم ولكل مين كان يفكر بالإنتاج السينمائي بهداك الوقت. والصدمة كانت أن السلطات الفرنسية منعت الفيلم بحجة وجود صبية مسلمة فيه، وبررت الرقابة الفرنسية موقفها بأنه رجال الدين اعترضوا على وجودها وطلبوا استبدالها بصبية محترفة للعمل الفني، ومع أنه أهل الصبية كانوا موافقين على اشتراك بنتهم يلي عمرها 25 سنة ما قدروا صناع الفيلم يقنعوا الرقابة أنها توافق، وما كان في حل قدام الشركاء إلا أنه يعيدوا تصوير المشاهد اللي فيها الصبية واستبدلوها براقصة ألمانية كانت تشتغل بملهى الأولمبيا اسمها لوفاتينا. وهيك كان أول عرض للفيلم بسنة 1928 بصالة الكوزموغراف يلي كانت ورا الفندق الكبير يلي هلأ اسمه فندق عمر الخيام. وحقق الفيلم نجاح كبير وقدر يكسب جمهور واسع بلغ مرحلة الاستعانة بالشرطة لمنع الازدحام، وانعرض الفيلم كمان بكل المدن السورية وبيروت وطرابلس.